داروا اللي عليهم صراحه، لعبوا الكره الحظ ما كان شيء عندنا، ولكن حنا هذه القاعده ديالنا من اللي خلقنا الوالدين ديالنا، مره اخرى مره اخرى طيحين علينا مره اخرى مره اخرى وصافي. اش غادي نقول فقصونا، ولكن ما عندك ما دير، اللي عطى الله هو هذا. نقدروا نقولوا اليوم الشعب المغربي سيكون حزين في الحقيقه بعد الخروج ديال المنتخب الوطني المغربي، اللي كل شيء كان عنده امال انه غادي يمشي لواحد فتره كاس افريقيا بواحد ربما كان حلم بالنسبه لنا حنا. ولكن اش نقول لك، ملي كتجيك فرصه وكضيعها راه كتدفع الثمن. انتم شفتوا كيف ضيعنا ضربه الجزاء، فاليوم نقدر نقول انا ما كاينش يعني اي مبرر باش نقولوا ربما ما عندناش الحظ او الجو او غير ذلك. ربما الحظ ديالنا هو انه ما اش نقول لك، من الصعب اننا نعبروا، لان عندنا الحمد لله فريق، عندنا لاعبين، عندنا كل الامكانيات باش نمشوا بعيد بعيد في الكان. ولكن للاسف المرات الثالثه والرابعه والخامسه والسادسه ما خصناش نبقاو نفكروا ان هناك تبريرات، فالتبرير الاقصى هو انك تجيك فرصه وتخصك تماركيها، وهنا تقدر تكون تفوقتي. اما نكون دائما نمشوا بالتبريرات فلا يعقل ان هناك تبرير لخروج المنتخب الوطني. وشكرا. نتيجه مخيبه للامال، مجموعه من اللاعبين ما كانوش في الفورما ديالهم اليوم، وبحال اللي كنقولوا كره فرص، جاتنا ضربه جزاء باش نعدلوا نتيجه المقابله، ولكن للاسف ما استغليناش وضاعت، والنتيجه كانت باينه. مجموعه من اللاعبين كيعانيوا واحد مجموعه ديال الارهاق وواحد مجهود بدني كبير اللي بدلوه اللاعبين. مشكورين على المجهودات اللي بدلوها، والصراحه كان الطموح ديالنا اكبر من هادشي هذا، وقدر الله ما شاء فعل، حتى اوفر للمنتخب الوطني في قادم الدورات ان شاء الله يا ربي. وشكرا. ويتمنوا ان شاء الله المنتخب المغربي يزيدوا يراجعوا راسهم ويعملوا شي حاجه مزيانه ان شاء الله ب 2025. وشكرا.
إقصاء مر وخيبة أمل كبيرة تلك التي تلقتها الجماهير المغربية بعد خروج المنتخب الوطني من ثمن نهائي الكان. العناصر الوطنية فشلت في العودة في نتيجة اللقاء لتؤدي ضريبة الفرص التي أضاعها اللاعبون، خاصة الركلة الجزاء التي أضاعها اللاعب حكيم زياش. هو خروج مرير وإقصاء أكثر من مؤلم، خاصة أن الجماهير المغربية كانت تمني النصف الذهاب بعيدا في هذه المسابقة، ولما لا التتويج بها بعد انتظار دام لأكثر من 40 سنة. محمد بن موسى، سفيان العشاب، طنجة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.